السادة الحضور الكرام، يسعدني ويشرفني أن أرحب بالسادة حضور الجلسة العامة الرابعة عقد المواطنة وتحقيق الأمن. أرحب بالشيخ أحمد تميم من أوكرانيا، مفتي أوكرانيا، كما أرحب بالسيد أمين الدين إبراهيم من دولة موزمبيق، رئيس المجلس الإسلامي. أرحب أيضا بالسيد مورا جميل من دولة رواندا، نائب مفتي رواندا، والسيد عبد الصمد اليزيدي من ألمانيا، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، وأخيرا بالشيخ عثمان حمزة من اليونان. بداية بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن البرلمان المصري والبرلمان العربي، أرحب بجميع السادة الحضور الكرام من مختلف أنحاء العالم، وأود أن أشير إلى أنه اليوم ونحن بصدد هذه الجلسة الهامة، وجب علي كمواطن مصري أن أؤكد على أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هو أول من دعم وأكد على المواطنة، حيث أنه سيادتي دائما بدأ عهده وولايته بالاهتمام دائما بأعياد المسلمين والمسيحيين على حد سواء، كما أنه سيادته منذ أسبوع تقريبا أصدر قراره بتعيين أول مسيحي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وأنا هنا أتحدث عن المحكمة الدستورية العليا، وهي ضمانة العدالة في جمهورية مصر العربية، وهي أرفع محكمة داخل جمهورية مصر العربية. أتحدث من مصر بلدي وبلد حضراتكم جميعا لنؤكد أن المواطنة لا يمكن أن تنفصل أبدا عن تحقيق الأمن، فلا أمن ولا سلام إلا بالمواطنة. كلنا متساوون أمام القوانين واللوائح والدساتير التي تحكمنا داخل بلادنا. مرة ثانية أؤكد أنه بالرغم من أن هناك جائحة هزت العالم على مدار عامين، إلا أننا استطعنا أن نستمر في المسيرة. وأؤكد أيضا أن فضيلة الدكتور معالي الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية، الذي يوجه له
الشكر الكبير والدائم والمستمر على عمله الدؤوب ومثابرتي ووجود علاقات طيبة تجمعه بالعالم العربي والأوروبي أيضا والمسلمين في كافة أنحاء العالم، من أجل أن تكون هناك رسالة. هذه الرسالة ترسل دائما في مثل هذا المؤتمر من كل عام، وهي رسالة السلام والمحبة والمواطنة والتآخي. أخيرا أشكر حضراتكم، واسمحوا لي أن نبدأ الحوار والكلمات في هذه الجلسة المباركة الطيبة. اسمحوا لي أن نبدأ أولا بضيفنا العزيز الشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا، ولنستمع منصتين لنتعلم ونتحاور حول كلماته الطيبة. فليتفضل سيادتي. شكرا جزيلا، وأسأل الله التوفيق لي من يسعى لحماية المجتمعات ولإحقاق العدل في البلاد، وخاصة شعب مصر العريق، وأتمنى التوفيق لمن قام بهذه المهمات وأخذ على عاتقه نصرة الحق. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. سوف أختصر قدر المستطاع، لأن قسم من هذه الكلمة كان في مجلة منبر الإسلام. فأبدأ بالكلام عن عقد المواطنة في الدولة الحديثة، وهذا يحمل في طياته الانتماء إلى الوطن كعضو كامل في مساحة الوطن أو الدولة. يبين الدستور ما له وما عليه هذا المواطن، مع إمكانية اختلافه مع المواطن الآخر. إلا أن عقد المواطنة بين الأفراد يجعلهم مع تنوعهم يجتمعون حول القواسم المشتركة ومن حماية المجتمعات، ومن خلال ذلك تبرز صفة الوطنية بقدر حب الأفراد لهذا الوطن والكفاح والاندفاع لأجله. وهي أنواع، فمنها حماية حدود هذا الوطن من أي اعتداء، حماية المجتمعات من الاعتداءات الداخلية التي يقوم بها مثلا أصحاب الفكر المتطرف والعمل الإرهابي، مجابهة الفساد السياسي والمالي وانعكاسه على أفراد المجتمع، حماية المجتمع من انتشار الأوبئة كالأمراض المتفشية ومنها فيروس كورونا، حماية هذا البلد أو الوطن من انتشار المواد الضارة من المخدرات وغيرها، وكذا محاربة تجارة الأطفال ووسائل العنف ضد المرأة وضد الأسرة بشكل عام. انطلاقا من هذا، أود أن أنوه على أهمية الأسرة في المجتمع. فالأسرة أساس المجتمع، فهي الكيان الأصل والمركز الأساسي الذي يبنى عليه المجتمع، فهي لبنى الأساس في المجتمعات. وقوة وضعف المجتمع تقاس بتماسك الأسرة أو ضعفها، فمنها يأتي الجيل الجديد الذي على عاتقه نمو المجتمع وتقدم الوطن وازدهاره. فالأصل في تحقيق حماية المجتمعات بحفظ وحماية الأسرة، وذلك لأن المجتمع، أي مجتمع، لا يتألف إلا من الأسر، وكلما كانت الأسرة متماسكة كلما كان المجتمع أكثر تماسكا ومتانة وأقوى صمودا بوجه التحديات. ولذا اعتنى الإسلام العناية التامة بوضع المفاهيم السليمة للأسرة السليمة وعلاقة أفرادها فيما بينهم، واختصرها رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فيدخل في ذلك مسؤولية الأفراد والمجتمعات، وبينها ديننا الحنيف بالعلم بما فرض الله تعالى على الفرد المكلف، وهو الفرض العيني كقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكذلك على المجتمع وهو الفرض الكفائي، وذلك للذكور والإناث. وأبناء الوطن الواحد على اختلاف
هذا أبناء الوطن من مشاربهم يتفاعلون فيما بينهم من أجل التعايش المشترك والعيش الحسن وتطوير العلاقات لحماية الوطن وأفراده، كما يحصل اليوم من مكافحة فيروس كورونا وتقديم المساندة الصحية والخدمات الاجتماعية من مواد غذائية وغيرها للفقراء والمعوزين، أو العمل المشترك من أجل حماية الاقتصاد وتطوير الصناعة، أو العمل على الاكتفاء الذاتي وتطوير التجارة الداخلية الخارجية. ولا يتم ذلك دون التمسك بموضوع حماية مفهوم العائلة والتزاوج، وأنه لا يكون إلا بالعلاقة بين ذكر وأنثى. أما منذ نشوء العولمة الحديثة ونرى كيف أن تأثيره يتزايد بسرعة كبيرة على المجتمعات بسائر أطيافها من سياسية واقتصادية وثقافية، وحتى على الناحية القانونية ومفهوم الحريات والحقوق والالتزامات، مما أبرز مسارات جديدة داخل المجتمعات وأنتج انقسامات داخل الوطن الواحد، أو على الأقل اضطرابات أمنية وسقوط اقتصادي ومالي في بعض البلدان، وغير مستوى المعيشة ودمر الصناعة الوطنية في بلدان أخرى. ولا نغفل ما سببت التقنيات الحديثة بظهورها المهيمن على سائر أنواع الصناعات والسياسات المالية والإعلامية بألوانها الثقافية وغيرها، والهدف كان وما يزال تدمير القيم الأخلاقية في المجتمعات. فمن خلال العولمة يسود الترويج للشذوذ الجنسي، ويحاول أهل النفوذ استصدار قوانين أو فرض قوانين لحماية هذا الشذوذ الجنسي في العالم بإلزام حكومات الدول تطبيقها بعد سن قوانين تقرها وتحميها. ومثال ذلك تبرير مصطلح جديد يطلق عليه جندر، وهذا المصطلح أبعاده خطيرة قلما يتنبه إليه البعض. وباختصار، هذا الهدف هو هدم للمفاهيم التي على أساسها قامت القيم على اختلافها. وهذا ما قمنا به في أوكرانيا كمجلس للطوائف، كل الطوائف النصرانية، ونحن كلنا جميعا في على قلب رجل واحد في هذا الأمر. وهذا ما تسوق له بعض المؤتمرات الدولية بتسابق محموم من المنظمات الغربية لفرض هذا المصطلح جندر على سائر البلدان، وكذلك كلمة القرينين بدلا من كلمة الزوجين، بدعوى حقوق الإنسان أو محاربة التمييز ضد الإنسان. إن ما ذكرناه هو أحد الوجوه السلبية للعولمة الحديثة العاملة على تمزيق الكثير من الأنسجة الاجتماعية التي تفك الروابط الأسرية والاجتماعية وتجر إلى انحلال ومروق للشباب وابتعادهم عن ضوابط الأسرة وقيم المجتمع. ومن خلال المحيط الافتراضي ومفهوم المعلوماتية الحديثة نرى كيف ينعزل أبناء الأسرة الواحدة وتتردى علاقات الآباء بالأبناء، وانصراف الجيل السابق عن دوره التربوي التاريخي للجيل القابل، وتبقى وقد يكون لفترة زمنية قصيرة إلزامية الآباء الرعاية المادية فقط لصالح الجيل الفتي. أما الآن يفتح حساب للأطفال وهم مولودون حديثا، وينزل لهم الحساب ويستقلون في كل شيء. وما نراه الآن من في بعض البلدان الوصول إلى استغناء الأبناء عن الحاجة إلى أولياء الأمر تحت عناوين الاستقلالية وبناء الذات، وينتج عن ذلك نمو الأنانية عند الفرد واندثار المفهوم السليم لحريته الشخصية في العلاقات الاجتماعية، ويؤدي إلى تمرد الإنسان على النظم والأحكام الشرعية التي تنظم وتضبط علاقة الرجل بالمرأة، مما يؤدي إلى انتشار الإباحية والرذائل والتحلل الخلقي وانعدام الحياء والكرامة والقضاء على الفطرة الإنسانية. وبكلمة الفرد هو الأساس التي دونتها وثيقة مؤتمر الأمم المتحدة في ديسمبر 94، حيث تبين أن المعيار هو مصالح الفرد ورغباته، لا قيود له سوى الوقوع في الأمراض. لا الدين ولا الأمة تقيد حريته، ولا العائلة ولا التقاليد أو الأعراف، وله كامل الحرية للتحرر من القيود التي تفرض عليه من جانب الجهاد. وبإشاعة ما يسمى أدب الجنس بدأت المدارس والعالم الافتراضي بتربية النشء الجديد على مفاهيم مغايرة تماما لكل
لكل ما هو قيم وأخلاق إنسانية، حيث يصل بنتيجتها إلى انحداره إلى مستوى حياة البهيمة وشهواتها. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا هو المفهوم السليم، وبه يكون المجتمع السليم والتجمعات البشرية التي تتوالد وتستمر في حماية الوطن الذي تنتمي إليه وتدافع عنه، وتتلقى الإرث الثقافي الذي وصلها عن الآباء، تأخذ منه وتترك بحسب النمو والتحول الذي يعيشه الأفراد وما يتلقاه من العلوم والأفكار التي تصله أو يصل إليها. فنرى بنتيجة هذا المفهوم السليم خطر إباحة زواج المثليين أو تغيير الجنس أو التلاعب بالنسب، مما يؤدي ليس فقط إلى اندثار العائلة بل وإلى تفكك الوطن واندحاره. وختاما أقول ما ورد في القرآن الكريم، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تبارك وتعالى مدح هذه الأمة المضفرة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، علم بعلمه الأزلي أن الشريعة المحمدية قائمة بمصالح العباد إلى يوم القيامة. وأختم كلمتي بقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومن ابتغى غير الإسلام عزة أذله الله. بارك الله فيكم. بنتقدم بالشكر الجزيل للدكتور أحمد تميم مفتي أوكرانيا، الذي تحدث عن المواطنة وأن الأسرة هي الأساس، وأن المواطنة تنمي الوطنية وتحمي الأوطان من أصحاب الفكر المتطرف أو أصحاب الفكر الشاذ. أيضا تكلم سيادته عن أن المواطنة تحمي الأوطان من الفساد المالي والإداري والسياسي ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، وأن الأسرة هي أساس المجتمع، ويقاس قوة المجتمع بقوة وترابط الأسرة، وأن الدول التي تحقق اكتفاء ذاتيا دائما مترابطة اجتماعيا، كما أشار سيادته إلى وثيقة الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن الفرد هو أساس المجتمع. وأشار سيادته إلى أن مجتمعاتنا المتدينة التي لا تقبل المفاهيم المختلفة الجديدة مثل زواج المثليين أو سن القوانين الخاصة بالشذوذ الجنسي أو العادات والتقاليد التي لا يقبلها مجتمعنا المحافظ المتدين. بشكر سيادته على هذه الكلمة الشاملة التي تعلمنا منها أولا أن الأسرة هي أساس المجتمع، ثانيا أن المجتمع الدولي لا يمكن أن ينكر أبدا أن وثيقة الأمم المتحدة قامت على أن الفرد هو المكون الأساسي للأسرة التي هي في الأساس أساسا للمجتمع الصالح بمفهومه الحالي. والآن نستمع إلى كلمة السيد أمين الدين إبراهيم رئيس المجلس الإسلامي من دولة موزمبيق. من بلد الأمن والأمان والسلم والسلام، من بلد الأزهر الشريف،
من بلد عظمها الله في قرآنه وذكرها النبي في أحاديثه وبشر بها نوح عليه السلام وقال هي أم البلاد وغوث العباد هي دعوة يوسف عليه السلام وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من مصر المباركة خالص التقدير والتحية للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي السيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السيد رئيس الجلسة علاء عابد السادة الحضور تحية من عند الله مباركة طيبة وبعد تشرفت بهذه الدعوة الكريمة لحضور مؤتمر حق المواطنة والأمن العالمي المواطنة هي علاقة بين فرد ودولة ومدى انتمائه لها وحقوق وواجبات بينهما وهي التعايش السلمي والتآلف والانسجام بين أفراد المجتمع بغض النظر عن اللون أو الدين أو العرق يحكم الجميع قانون واحد ومنظومة واحدة جميع الأديان تقر ذلك وتدعو إلى الاحترام والتعايش السلمي بين الناس مع الحقوق المتساوية للجميع ولأجل ذلك أسست منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليراعي وليتابع مدى التطبيق لحقوق الإنسان في العالم ولقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم المواطنة في أسمى صورها أولا حبه لوطنه وانتمائه إليه والتضحية من أجله وفي سبيله والإسلام سبق كل هذه المواثيق والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وطبق حقوق الإنسان بكل أنواعه التعايش السلمي حق لكل مواطن والكرامة الإنسانية حق لكل إنسان والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم مبدأ المساواة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم من آدم وآدم من تراب وقال الناس سواسية كأسنان المشط وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وموقف النبي صلى الله عليه وسلم واضح في قوله والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت ثم من خلال العهود والمواثيق التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين والأنصار واليهود في المدينة المنورة ثم من خلال القانون العام الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم على جميع أفراد المجتمع ليحقق لهم الأمن والسلام المجتمعي وما موقف عمرو بن العاص وابنه لما حاول أن يستغل سلطة أبيه فرفض عمرو بن الخطاب أن يظلم شخص غير مسلم في بلاد المسلمين ورفع مبدأ المواطنة حتى يتحقق السلام وعاقب عمرو بن العاص وابنه فليس هذا الموقف عنا ببعيد ولا موقف علي بن أبي طالب وغير المسلم الذي حكم له وخرج الحكم لغير المسلمين على سيدنا علي
عنا كذلك ببعيد وهكذا. ومصر رائدة في هذا المجال، يقطنها أكثر من 5 مليون أو 6 مليون مغترب لا يشعرون بغربتهم بسبب منهج ومبدأ المواطنة التي تقوم على المساواة والعدل وعدم التمييز، وبالتالي يوجد أمن وسلام مجتمعي. حفظ الله مصر ورعاها وأدامها نعمة في حياة الناس، وحفظ الله شعبها وقادتها وعلماءها الأجلاء. وفي النهاية أتقدم بخالص التحية والتقدير للسيد رئيس الجمهورية وسيد الأستاذ الدكتور شيخ الجامع الأزهر، وللأستاذ الدكتور وزير الأوقاف، ولا أنسى أن أتقدم بالتحية للسادة الحضور وهذه الكوكبة من العلماء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر أيضا للسيد الدكتور أمين الدين إبراهيم رئيس المجلس الإسلامي بدولة موزمبيق، الذي تحدث سيادته على أن مصر هي أم البلاد وهي بلد الأمن والأمان، وأن جميع الأديان تدعو إلى الاحترام والتعايش السلمي والمساواة في الحقوق والواجبات. تحدث أيضا عن الأسباب التي دعت إلى نشأة منظمة حقوق الإنسان الأممية ومنظمات حقوق الإنسان المدنية والاجتماعية. كما تحدث سيادته عن نبي الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أسس لحقوق الإنسان وأول من دعا للتعايش السلمي والكرامة الإنسانية والمساواة الاجتماعية، وطبق حقوق الإنسان على نفسه في حبه لوطنه ودفاعه عنه وانتمائه إليه. تحدث سيادته عن أن البعد الإنساني لا يمكن أن نفصله أبدا عن المواطنة والتعايش السلمي. كلمة رائعة أشكره عليها. أشكره أيضا على ما ذكره عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي أسس أول زيارات تؤكد في الواقع العملي لمبدأ المواطنة، زيارات في المناسبات والأعياد لمسلمي مصر ومسيحييها شركاء الوطن الواحد. أشكر سيادتك. والآن ننتقل إلى كلمة أخرى من السيد مورا جميل نائب مفتي رواندا، فليتفضل سيادتي. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف المصرية، نحييكم بتحية الإسلامية من دولة رواندا أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر الأمن في الإسلام أمرا ضروري تقوم عليه الحياة وعبادة الله تعالى وحده، وذلك لأمور منها: أولا، في الأمن نستطيع أن نكسب ونعمل،
كذلك في الأمن نتلذذ بالرزق والغنى. ولذلك قدمه النبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام في دعائه من الله بالأمن قبل الرزق والغنى، فقال عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. ثانيا في الأمن يمكننا القيام بالعبادات والحفاظ على المساجد ودور العبادات، لقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثالثا الأمن من أعظم نعم الله تعالى على الناس، كما في الحديث يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فهذه الأدلة تبين أهمية الأمن في الإسلام وأنه ضرورة الحياة، وكل يعرف ذلك ويؤكد على ذلك. ومن المعقول أيضا أن الإسلام أقام الإسلام قواعد الاستقرار على العدل والإحسان وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن الفحشاء والمنكر والظلم والبغي بغير الحق. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كذلك حقق الإسلام الاستقرار عندما دعا إلى الحوار ونشر الحريات والأخذ بالشورى، فقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أقدم شكر أيضا على كل حاضرين، خاصة على من قام بهذا العمل الجليل، فخامة الرئيس جمهورية مصر العربية عيده الله بنصره، والجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك دكتور مورا جميل نائب مفتي رواندا. والحقيقة هو يعني سيادته تحدث عن نعمة كبيرة قوي، وهي نعمة الأمن والأمان. والحقيقة إحنا هنا في مصر خلال السنوات الماضية القريبة التي ليست ببعيدة شعرنا بأهمية هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان. السلعة الوحيدة التي تقدم للشعوب دون مقابل، لأنها فرض عين على مؤسسات الدولة، إنك تبقى قاعد في بيتك أو ماشي في الشارع آمن مؤمن. السلعة الوحيدة اللي الدولة لما بتفتقدها جميع السلع بتنهار. وأنا أشرت إليها بالسلعة ليه؟ لأن إحنا لا يمكن في إنسان يكون قادر على الاستغناء عن الأمن والأمان. الحاجة الوحيدة اللي ما بتخليكش تنام لو أنت مش شاعر بالأمن، ممكن تبقى جعان بس تنام، ممكن تبقى تعبان بس تقدر تنام، إنما لو مش آمن مش هتغمض عينك. الحقيقة جيش مصر العظيم وشرطتها الباسلة وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
لما نرجع ورا لفترة كان يراد بمصر أن تقسم ولا تشعر بنعمة الأمن والأمان، ولكن إرادة الشعب الأبي الشعب المصري التي نزلت إلى الشوارع لتؤكد عيش حرية عدالة إنسانية، وده هيجي معاه الأمن والأمان. وإن حاز الجيش المصري العظيم وشرطتها الباسلة لإرادة الشعب المصري تحقق الأمن والأمان. قدمنا تضحيات كتير قوي كلنا، ما فيش حد من اللي موجودين دلوقتي من المصريين ما فيش في عيلته شهيد في حروب خضناها ضد العدو الصهيوني، حروب خضناها ضد الإرهاب الأسود، حروب خضناها من أجل البقاء، من أجل أن تظل مصر بلد الأمن والأمان. اسمحوا لي أن أحيي المتحدث السيد مورا جميل على تركيزه على هذه النقطة. الحقيقة إحنا في فترة من الفترات كنا بنحارب الإرهاب بالنيابة عن كثير من الدول، لأننا كنا نتصدى له شرقا وغربا شمالا وجنوبا، ولم يستطيع الإرهاب كسر إرادة الشعب المصري. انتصرت إرادة الشعب المصري الحر الأصيل بدعم الدول الصديقة، دول كتير موجودة معانا النهاردة دعمت مصر في موقفها الذي أراد البعض أن يصوره على أنه على غير الحقيقة، ولكن انتصرت مصر بإرادتها وبالمواقف التي شهدتها من أصدقاء الحقيقيين الذين ظهروا في مفاصل المواقف. فأشكرك صديقي العزيز على كلمة الأمن والأمان التي تحدثت سيادتك بها. والآن نستمع للسيد الدكتور عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بدولة ألمانيا، فليتفضل سيادتي. بداية نشكر معالي الوزير محمد مختار جمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، على هذه الاستضافة الكريمة في هذا المؤتمر الراقي الرائد المهم جدا الذي اختير له عنوان المواطنة، الذي هو عنوان وهو في نفس الوقت منهج يقتدى به ونقتدي به بالأولى نحن من يعيشون في بلاد الغرب. وأنا أتحدث إليكم وأبلغكم سلام المواطنين المسلمين في ألمانيا. ومن الصدف أنني في هذا اليوم المبارك الذي أمثل فيه وطني ألمانيا في هذا المؤتمر الكبير استقبل رئيس الجمهورية المصرية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزيرة الخارجية الألمانية في أول زيارة لها لمصر، فنكون كلانا المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية نبرم اليوم عقد محبة ووئام وتواصل مع هذا البلد السعيد. أريد أن أتحدث في مبادئ ثلاثة متعلقة بموضوع المواطنة، مبادئ تأصيلية من القرآن الكريم. المبدأ الأول هو حرية العقيدة، فقد أقر القرآن الكريم مبدأ حرية الإنسان في اختيار معتقده. والملاحظ في الخطاب القرآني أنه لم يقر هذا المبدأ بشكل مباشر، بل عن طريق تحريم المفهوم المناقض للحرية وهو الإكراه.
فإكراه الناس على الخروج من دينهم أمر حرمه الله سبحانه وتعالى تحريما قاطعا في قوله لا إكراه في الدين، بل وتساءل متعجبا في خطابه لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين؟ وانطلاقا من تحريم الإكراه، يؤكد القرآن أن الحرية في اختيار الدين حق من حقوق الإنسان، والإسلام ينظر إلى الحقوق من زاوية المكلف بها لا من زاوية المطالب بها. أما المبدأ القرآني الثاني المؤسس لفكرة المواطنة، فهو التأكيد على أنه لا حساب في الدنيا على اختيار العقيدة، والتأكيد على أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الحكم الفاصل يوم القيامة بين جميع الطوائف الدينية. فالله يؤكد أنه ليس لأحد أن ينصب نفسه حكما على معتنقي الأديان الأخرى، فيقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وهذا يعني أن التنوع الديني في حد ذاته سنة الله وإرادته التي أكدها في قوله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. المبدأ القرآني الثالث، والذي أعتبره نتيجة حتمية لكلا المبدأين السابقين، هو استقلالية قضية الانتماء العقدي أو الديني عن قضية التعايش بين الناس جميعا. فقد وضعت صورة الممتحنة ما أطلق عليها العلماء دستور العلاقة بين المسلمين وغيرهم في سياق أشار فيه القرآن الكريم على وجوب البر والقسط لكل من سالم المسلمين في دينهم وديارهم أيا كان معتقده. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ومفهوم القسط هنا ذروة الحكمة الإلهية في هذه الرؤية القرآنية التي ذهبت لأبعد مدى في سورة المائدة، فأكدت ما يلي: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي لا يدفعنكم إن أظهر قوم عدوانهم لكم أن تكونوا ظالمين. وقد تعلم المسلمون في العهد النبوي تطبيق هذا العدل المطلق تطبيقا عمليا في قصة اليهودي الذي اتهم ظلما في سرقة الدرع، فأنزل الله سبحانه وتعالى 8 آيات بينات يحذر فيها من الجنوح للظلم تجاه هذا اليهودي، والآيات معروفة. هذا يعني أن الإسلام ينطلق من مبادئ قرآنية رسخت لعلاقة ومعاملة إنسانية دنيوية مستقلة عن التبعية الإيمانية، ومحاطة بالحرية والعدل وتفويض الحساب على الإيمان والكفر لله سبحانه وتعالى. وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ المواطنة هذا في المدينة على هذا النهج، فكتب للمسلمين واليهود والمشركين صحيفة المدينة، ذكر فيها أن اليهود أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. واستقبل وفد نجران في مسجده وحاورهم وأحسن إليهم، وكتب لهم أن للنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم، مما يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يؤثر لديه الانتماء العقدي إذا تعلق الأمر بقضية الحقوق والواجبات المنظمة للعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين.
وهذا يعني كذلك أن الموقف الإسلامي المعاصر يرتكز فيما يتعلق بمبدأ المواطنة على أسس قرآنية جليلة وتطبيق نبوي رائع. وفي دولة المواطنة المعاصرة يقع على عاتق الدولة ومؤسساتها ترسيخ المبادئ التي أشرت إليها، وهي المبادئ الحاضنة للمواطنة، ويأتي في مقدمتها كما ذكرت حرية الاعتقاد والمساواة والعدل، بما يضمن عدم إحساس أي مواطن بالنقيصة أو الدونية بسبب معتقده، سواء في مجال عمله أو تعليمه أو حتى في ممارسة شعائر دينه. وأريد أن أشير هنا إلى أن مصر تعتبر نموذجا في هذا الأمر، فلقد كانت لي زيارات مختلفة في إطار الحوار بين أتباع الأديان، وجلسنا إلى إخواننا الأقباط في هذه البلد الشريف، وكذلك من غيرهم من الكنيسة الإنجيلية وغيرهم من الأديان المختلفة، ونحن نتحدث إليهم نحس بمواطنة عالية، ونحس بانتماء كامل، ونحس بتكافؤ في الفرص. هذا ما ندعو إليه وما نسوقه في وطننا، كذلك في ألمانيا، الذي في بعض الأحيان الإعلام يحاول أن يصور بأن البلدان الإسلامية ليس فيها حقوق ولا احترام لغير المسلمين. وبصفتي أمينا عاما للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، الذي يشرف على أكثر من 300 مسجد ومركز إسلامي، أود الإشارة إلى أن الدستور الألماني يكفل هذه الحقوق ويضمنها بشكل يتفق جليا مع الرؤية الإسلامية لعقد المواطنة. والدولة الألمانية تقف في حياد إيجابي على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات، وعلاقتها بالمسلمين على وجه الخصوص علاقة متميزة إن لم نقل ممتازة. هذه الثقافة المتأصلة في المؤسسات الرسمية الألمانية هي التي دفعت نحو استقبال أكثر من 1,000,000 لاجئ في عام 2015 إلى ألمانيا، معظمهم من المسلمين. هذا الترحيب وما تبعه من برامج تأهيلية وتعليمية لعب فيها المجلس الأعلى للمسلمين دورا محوريا، تعد مثال عملي لفكرة المواطنة أو فكرة الإدماج المجتمعي التي ترعاها المؤسسات الألمانية. وفي مقابل هذه الحقوق التي ينبغي أن ينالها الفرد في دولة المواطنة، فهناك ثم واجبات تقع على عاتقه يأتي في مقدمتها احترام الدستور والقانون، واستبعاد فكرة وصم الدولة وصما دينيا بمجرد أن الأكثرية من مواطنيها من يعتنقون دينا معينا، بل يجب على الفرد أن يعتبر نفسه جزءا من وطنه الذي يعيش فيه ويعمل من أجله. ونحن في المجلس على المسلمين في ألمانيا نعمل جاهدين لترسيخ هذه الرؤية بين المسلمين. لترسيخ هذه الرؤية بين المسلمين الذين يعيشون هناك، فالمجلس مؤسسة ألمانية بامتياز، غير تابعة لأي كيان ديني خارجي أو أي مؤسسة أجنبية، مع أننا عندنا علاقات مع إخواننا في العالم الإسلامي. ف المجلس الأعلى للمسلمين هذا العام سيستقبل وفدا من وعاظ مصر عندنا في ألمانيا، لأننا نعتبر هذا النموذج نموذج رائد، ونحن نريد أن نسوق هذه النماذج رائدة. وأنا سعيد أنه معنا كذلك معالي وزير أوقاف الجزائر، نحن كذلك سوف نستقبل بإذن الله تعالى، واستقبلنا وفودا من قراء دولة الجزائر وتونس. هذه هي العلاقة حول نحن نتعامل مع هذه البلدان التي نعتز بها بمنطلق انتمائنا لوطننا ألمانيا، وهذه الاستقبالات نقوم بها في إطار توافق مع الدولة ومع الحكومة ومع من يمثلها. فالمؤسسات
المواطن المسلم في ألمانيا مطالب بأن يعتز بوطنه واللغة الرسمية له ويخدمه بكل حيوية ونشاط بنفس القدر وذات العزيمة التي تدفعه الاعتزاز بالقيم الدينية المكتسبة من عقيدته. هذا هو الواجب الديني المشابه بصورة كبيرة للممارسة التي قام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، وذلك عندما أعطى للمجتمع المتعدد حقه في المساواة والعدل ترسيخا للمواطنة الشاملة بما لا ينال من عقيدته الدينية. وهذا هو الطريق الذي يعتبره المجلس طريقا وحيدا لأن يكون الإسلام جزءا من المجتمع الألماني. أظن أني قد أطلت شيء ما، أختم أعتذر لكم أولا على الوعكة الصحية وعدم حتى ركاكة اللغة العربية، فهي ليست لغة الأم بالنسبة لنا لأننا من مواليد ألمانيا وتعلمناها في إطار المساجد، في إطار تدريبنا وتعليمنا في المساجد. أريد أن أشير إلى بعض النماذج التي نقوم بها من أجل خدمة وطننا ألمانيا. تتابعون بأن العنصرية أصبحت تترسخ أكثر فأكثر في البلدان الأوروبية. من أجل هذا أسسنا مؤسسة جنبا إلى جنب، هذه ترعاها وزارة الداخلية الألمانية، تقف إلى جنب كل من يعتدى عليه لأسباب عنصرية أيا كان دينه أو لونه. كذلك قمنا مع مؤسسات مختلفة، مثلا مع الكنيسة الإنجيلية لترجمة بيان مراكش الذي هي ترجمة فعلية لوثيقة المدينة، ترجمناها إلى اللغة الألمانية. وكذلك قمنا بترجمة وثيقة مكة المكرمة إلى اللغة الألمانية، لأن ما يأتي من العالم الإسلامي من أنوار يجب أن نترجمها فعليا في المجتمعات التي نعيش فيها، وهذا جزء من مواطنتنا ووطنيتنا. أستسمحكم وأشكر مرة أخرى معالي الوزير على هذه الدعوة الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحقيقة يعني إحنا كمصريين منرد لحضرتك التحية وسلامنا أيضا لإخواتنا المسلمين في ألمانيا، وأيضا نرحب بسعادة وزير الخارجية أنلينا بيربوك في داخل جمهورية مصر العربية. والحقيقة بأؤكد على سيادتك أن الحوار البناء الاستراتيجي الذي دار اليوم والمناقشات المستمرة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول البعد الاستراتيجي والعلاقات الاقتصادية الاستثمارية التجارية التي تناولها اللقاء اليوم سيكون لها الأثر الفعال، بالإضافة للحديث حول الهجرة الغير شرعية وتصدي مصر لهذه المحاولات للهجرة الغير شرعية. منذ سنتين أو عامين تقريبا لم يخرج مركبا واحدا من السواحل المصرية متجها إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وده لم يتم إلا من خلال إجراءات صارمة تم اتخاذها منها قانون الهجرة الغير شرعية أيضا الذي أصدرناه بمجلس النواب بالفصل التشريعي السابق 2015-2020، والذي كان يؤكد إلى أن المهاجر الغير شرعي هو متهم ولكن تحول إلى مجني عليه لأنه لم يجد فرصة عمل، ولذلك حاول أن يسعى في سبيل رزقه أو اقتسام قوته مع الدول الأخرى. أيضا تحدثوا في قضية هامة وهي قضية اللاجئين كما يطلق عليها المجتمع الدولي والأمم المتحدة للأسف، ولكننا نحن في مصر نسميهم ضيوف مصر الكرام، لأننا منذ عقود طويلة لم تغلق مصر بابها أبدا في وجه أي أحد سواء من الدول الأفريقية أو الأوروبية أو الدول العربية، لأن من نعم ربنا سبحانه وتعالى أننا نستطيع أن نتعايش مع أي شعوب الأرض، وأن نؤكد على أننا بلد تستقبل ضيوفها وتكرمهم، حتى أننا كمصريين نعمل دائما وأبدا على أن نتقاسم لقمة العيش مع
ضيوفنا الكرام التي اتعدى عددهم 6 أو 7 ملايين من أكثر من 60 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أن أبنائهم يدرسون في مدارسنا مستشفياتنا، يطبق عليهم ما يطبق علينا من الدعم، سواء الدعم العيني أو الدعم الاجتماعي. الحقيقة يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ هذا التوجه، والحقيقة هو لا يتحدث فيه كثيرا لأن يعتبر أن هذا واجب علينا، لأن مصر تعودت أبدا ودائما أن تكون المحور الاستراتيجي للمواطن في الشرق الأوسط أو الدول العربية أو الأفريقية أيضا، لأن هذا نعتبره نوع من أنواع واجب الضيافة زي ما بيقولوها كده باللغة العربية. أشكرك حضرتك وأتمنى لحضرتك يعني الشفاء، نظرا يعني أنا شايف، ولكن إن شاء الله في جو مصر ونيل مصر، يعني أنت مجرد ما تقعد شوية على النيل أكيد إن شاء الله إن شاء الله تبقى فيها شفاء. ربنا يبارك في سيادتك، وأهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية. الحقيقة بننتقل أيضا لكلمة مهمة من الشيخ عثمان حمزة، مفتي مقاطعة ديدموتك من دولة اليونان القريبة إلى قلب المصريين جميعا، والتي تربطنا بها مثل ألمانيا وباقي البلاد علاقات طيبة وثيقة منذ الألفية الماضية. فليتفضل سيادته بكلمته المباركة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأقلية المسلمة في تراكيا باليونان هي الأقلية الوحيدة المعترفة بها صراحة في اليونان كأقلية دينية بموجب المادة 45 من معاهدة لوزان، ويبلغ عدد سكانهم نحو 120 ألف نسمة حسب آخر التعداد. تظل رعاية وجهود وزارة التعليم والأديان في من أجل تعليم أكثر من اكتمالا للأطفال المسلمين على رأس أولويات الدولة اليونانية. لا يقصر هذا على الإعلانات والإعلانات حسن النية فقط، ولكنه ينعكس في الأموال المتاحة كل عام لتكاليف التشغيل والإصلاحات والتمديدات للمدارس الأقلية المسلمة. يوجد حاليا 235 مدرسة ابتدائية للأقلية المسلمة في تراكيا باليونان، حيث يتم التدريس باللغتين اليونانية والتركية. في مدينة كوموتيني وكسانثي يوجد مدرستان على المستوى متوسط وثانوية مع النظام التعليمي المختلط، يعني باللغة اليونانية والتركية، والتي تقع في المباني التي توفرها الدولة اليونانية. حدث تطور آخر في مجال التعليم الثانوي في السنوات الأخيرة، عندما أصبح المعهدان الدينيين في الموجودين في مدينة كوموتيني وكسانثي بموجب التشريع القانوني مساوية للمدارس الثانوية الكنسية لمدة 6 سنوات من الدراسة. ويقوم المعهد التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم بإعداد برنامجها. في اليونان يتم تعيين المفتي وفقا للقانون الذي يحدد المؤهلات وعملية التعيين المفتي وإنهائه ووضعه الرسمي وواجباته وقواعد عمل المفتين. ينص الفتوى في الشريعة الإسلامية على أنه يجوز للدولة غير المسلمة أن تعين المفتي طالما أنها لا تتعارض مع العادات الدينية للمسلمين.
سبب إضافي لتعيين الإدارة للمفتي هو أنه يمارس واجبات قضائية معينة في الشؤون الأحوال الشخصية، في شؤون الأسرة وقانون الميراث فيما يتعلق بالعلاقات الشخصية للمسلمين. في تركيا تطبق الشريعة الإسلامية على المسلمين من قبل الدولة اليونانية. تتعلق تطبيق الشريعة بقانون الأسرة والميراث فقط، وليس القانون الجنائي الساري في جميع أنحاء اليونان. يتم فرض القانون من قبل الدولة كما هو محدد في الدين الإسلامي، ولكن أيضا بموجب المعاهدة اللوزان. وهذا السبب فإن الدولة اليونانية ملزمة بتعيين الموظفين الدينيين لهذا الغرض، وهم المفتون والقضاة الشرعية. صدر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن التطبيق الإلزامي للشريعة في ديسمبر لسنة 2018. هذه هي الشريعة الإسلامية المقدسة في الأقلية المسلمة في تركيا بشأن القضايا المتعلقة بتنظيم الأسرة والعلاقات الشخصية والعلاقات الوراثية. واليونان هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي كان تطبق عليها الشريعة الإسلامية بشكل إلزامي حتى صدور القانون رقم 45/11 لسنة 2018 مؤخرا. يشدد محكمة حقوق الإنسان على أن الشريعة تنطبق على كل من إنجلترا وويلز، ولكن على أساس غير ملزم إلا إذا كانت لا تتعارض مع القانون الوطني. نشر القانون الأول لعام 2018 في الجريدة الرسمية، القانون برقم 45/11 لسنة 2018 لتعديل المادة 5 من قانون المحتوي التشريعي الصادر في 24 ديسمبر من سنة 1990 بشأن المسؤولين الدينيين المسلمين، والذي تم التصديق عليه بمادة فقط من القانون 1920 التابع لسنة 1991. هذا القانون الذي وصف بعد إقراره بأنه خطوة تاريخية ينص على تقييد تطبيق الشريعة الإسلامية، لأن اللجوء إلى المفتي والقاضي الشرعي فيما يتعلق بشؤون الأسرة مثل الزواج والطلاق وما إلى ذلك سيكون الآن اختياريا وليس إجباريا. على وجه الخصوص، وفقا للمذكرة التفسيرية، سيتم إخضاء الطرفين للسلطة المفتي والقاضي الشرعي إذا قام كلا الطرفين بتقديم طلب ذي صلة أمامه لحل نزاع معين وفقا للشريعة الإسلامية. في الوقت نفسه ينص قانون رقم 45/11 لسنة 2018 على أن العلاقات الوراثية لأعضاء الأقلية المسلمة في تركيا باليونان تنظمها أحكام القانون المدني ما لم يقم صاحبها أمام كاتب العدل بإعلان الوصية الأخيرة في شكل من أشكال الوصية العامة مع المحتوي حصري لرغبته الصريحة في أن يخضع ميراثه حسب الشريعة الإسلامية. وهذا البيان قابل للإلغاء بالحرية إما عن طريق بيان لاحق على عكس ذلك أمام كاتب العدل، أو عن طريق صياغة وصية لاحقة وفقا لشروط القانون المدني. يحظر التطبيق متزامن للقانون المدني والشريعة الإسلامية على الممتلكات الموروثة أو على نسبة مئوية أو على عناصر معينة منها. في السنوات الأخيرة بموجب مرسوم رئاسي تقريبا قبل 5 سنوات تم إنشاء وتأسيس قسم الدراسات الإسلامية
في داخل الكلية الإلهيات بجامعة أرسطو في سالونيك في مدينة سالونيك. تأخر إنشاء هذا القسم في اليونان بالفعل لأنه توجد في العديد من البلدان الأوروبية أقسام للدراسات الإسلامية لسنوات العديدة لدراسة الإسلام والعلوم الإسلامية. يساهم عمل هذا الدراسات هذا القسم الدراسات الإسلامية في سالونيك بالإضافة إلى تعليم الإسلام للطلاب الغير المسلمين بشكل إيجابي للغاية، أيضا في تعليمه لأبناء الأقلية المسلمة الذي حرموا من دراسة الإسلام في وطنهم لعقود طويلة. تتاح لهم الآن فرصة دراسة العلوم الإسلامية بالقرب من المنطقة الذي يعيشون فيها، وبالتالي يتم تدريبهم بشكل كامل على الدين الإسلامي لشغل في المساجد التراكية الذي يبلغ عددها أكثر من 250 مسجد. إنها مساهمة كبيرة من الدولة اليونانية في التدريب العلمي للأئمة والدعاة، ومعظمهم من خريجي المعهدين الدينيين وليس لديهم درجات علمية في الشريعة الإسلامية. وبهذه الطريقة سيتم تزويد مساجد تراكيا باليونان بموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا مقبولين على نطاق واسع من الأقلية المسلمة في المجتمع المسلم. انطلاقا من تجربتي كمحاضر في قسم الدراسات الإسلامية والذي منهجه ضليء في جميع التخصصات التي تغطي جميع المواد المتعلقة بالإسلام وعلومه، فأنا أؤمن إيمانا راسخا بأن الطلاب الذين يتخرجون من هذا القسم بالإضافة إلى اكتسابهم الإمدادات الضرورية التي ستساعدهم في حياتهم المهنية، وبالإضافة إلى المعرفة المناسبة بدينهم والتي ستجعلهم مؤمنين الحقيقيين كما يدعو ويطلبه الدين الإسلامي. شكرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر للسيد المحترم الشيخ عثمان حمزة مفتي مقاطعة ديدوموتيكو اليونان، والحقيقة تحدث في نقاط عدة مهمة، وأهميتها هي أنه أشار إلى وجود أكثر من 200 مدرسة 235 مدرسة ابتدائي للمسلمين الأقلية باليونان، وأيضا القواعد المنظمة لبعض إجراءات الزواج والطلاق والميراث، وأيضا العلاقة بين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتعامل مع مثل هذه القضايا، والعلاقات الشخصية والأسرية باليونان وتطبيقها عليها، تطبيق الشريعة الإسلامية عليها حتى صدور القانون الذي أشار سيادتي إليه، وأيضا قواعد تعيين المفتي وعدم تعارضها مع العادات الدينية الإسلامية. الحقيقة أنني في نهاية هذه الجلسة الطيبة المباركة أود أن أؤكد أنني كأحد حضور هذه الجلسة واستماعي إلى العلماء الأجلاء بداية من الشيخ الدكتور أحمد تميم من أوكرانيا، والسيد أمين الدين إبراهيم من موزمبيق، والسيد مورا جميل من رواندا، والسيد عبد الصمد اليزيدي من ألمانيا، والشيخ عثمان حمزة من اليونان، الذي أكرر شكري لهم مرة ثانية بالنيابة عني وعن الشعب المصري العظيم وعن مجلس النواب المصري والبرلمان العربي، لأؤكد دائما وأبدا أن مؤسسات الدولة المصرية والسيد الوزير المحترم فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والعاملين
بوزارة الأوقاف على مختلف مواقعهم ومناصبهم، وأيضا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية استطاع برجاله وبتنظيمه وبمصابرته أن يكون هناك المؤتمر الثاني والثلاثين الذي يعقد بالقاهرة بالرغم من الظروف التي نمر بها، لكي يكون هناك تواصل دائم ومستمر من أجل المواطنة والتسامح والسلام والمحبة، وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لنؤكد للعالم جميعا أن الإسلام هو دين التسامح، ونحارب الفكر بالفكر، نحارب الفكر الذي حاول أن يصور المسلمين أو الإسلام على أنه دين ليس للتسامح وليس للسلام، ولكن نؤكد ذلك من هذا المنبر من القاهرة لكي تكون رسالة للمية 98 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة أننا ننادي بالمواطنة وننادي بالتساوي وننادي بالتسامح وننادي بالمحبة. أخيرا وليس آخرا، أشكر السادة الحضور الذين استمعوا إلينا على مدار أكثر من ساعة ونصف تقريبا، وأقدم لهم كل الشكر والتقدير والمحبة. شكرا لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.